تعرف انه كريسمس في كثير اغاني صح. فكر مليون غنيه لكريسمس بس هابي نيو يير ما في غير هالغنيه تبع الابا فيك تغير شويه اللحن هاي مارك تمام جود مورنينج لك كمان شو عندنا فيك اكزوتيك هول مش للفكره هيدي لكوكتيلز بعد شوي بس ديكور بس بعد شوي بكوكتيلز بندوقهم ونشوف اذا جوزيف بده يزين فيهم هيك قلت انه حلو على نيو يير ندوق اشياء مش دايقين قبل صح انه قلت بنجيبهم من هيك هات لنشوف نحكي عنهم او نتركهم للكوكتيل لا لا خلينا في كثير صور وقصص هيك حلوه نحكي عنهم شو قصه الكومبيتيشن يعني عملت موفمنت عملت حركه حلوة. طويله عريضه على السوشيال ميديا ليك شو الفكره؟ الفكره انه نحن كثير بتعرف كنا عم نحكي دائما انه قد ايه نحن بنقول بنسب الدوله وكل هالقصص وهيك انه المطمر الناعمه وبلا ما نسمي شركات زباله وهيك انه خلي كل واحد منا يعمل البار تبعه بركي بيمشي الحال فقلت انا بفكره انه اذا بنشجع العالم يعملوا ريوزنج القصص قبل ما تروح على زباله ويعطون حياه تانية والانسنتيف هو الكادو يلي عم نربحه يعني فهيدا السبت هيدا السبت انا معي هون ما بعرف شوف اذا بعد شوي بنحطهم بنفاجئهم عم نربح جوائز من عند بيروت اكسبرس كلهم ايكو فريندلي هيدا السبت رح نربح جائزتين كثير كبار فاللي عم يحضرونا واللي بعد بدهم يعملوا بالفلين اذا شربوا كثير البيض على راس السنه استفيدوا مارك فرجينا بعض الصور من الاشياء اللي عملتوها واللي بعتوها في اشياء كثير كثير حلوه فثانك يو اول شيء لانه اكيد شوي معنيين ببعض الاشياء وعن جد فيري نايس كومبيتيشن ففلين جمعوا وعملوا فيهم شيء حلو بعثوا لنا الصور على ام تي في الايف على البيج والاول اثنين بيربحوا بكل سبت دائما عظيم لكن بلش نحكي عن الحلقات مايون لكن شو هن يعني هالحيوانات اللي بدك تلتقى فيهم وهالنباتات يلي بدك شو بدك تعمل معهم؟ امبارح عملنا شو اللي انا تعرفت عليهم هيك شخصيا اذا بدك باخر مش رح اخبرك شو بدي اعمل معهم رح نبلش اول شيء طلع بالي فرجي مطرح طلع بالك روح عليه أوكي. يلي ما بعرف اذا بتعرفه بس بتصور بتعرفه هو واحد من السفن وندرز هلا بس النيتشر سفن وندرز رح نبلش بهالونج باي سامع عنا لازم تفرجونا الصور هالونج باي نو هي هيدا بفيتنام قريبة على الصين كمان شوي okay. يلي هي مجموعة جزر بيقولوا انه في 1669 جزيرة اذا بنبلش بالصور هيك بنفرج المشاهدين كمان هونيك مطرح كثير حلو لانه كثير ريتش بالبايودايفرسيتي في كثير نباتات والمطرح كثير 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 حلو يعني يعني بيقولوا حتى في تقريبا 1000 مغارة موجودة بهذا المطرح اكيد في اشياء اندميك لهونيك اشياء مش موجودة غير هونيك واشياء 100% وبس هو المنظر هو اللي كثير حلو أوكي. يعني المنظر ما بعرف اذا عم بيقطعوا الصور او لا بس المنظر يعني منظر خيالي بهذا المطرح هن عدت عم نشوفهم ليك من المطرح هيدا هالونج باي يلي هي عم نشوفها كيف قدامنا هذا المطرح كله في مثل جزر صغار تقريبا 1669 جزيره مثل ما عم نشوفهم قدامنا باينين صخر اكثر من يعني بس على الروشه بس ايه في وحده هلا انا ما بدي اليوم طول كثير عن كل واحد بس هيدا مثلا اسمه كيسينج روكس ليك في كل صخور هو دائما على صخور البير في كثير بايودايفرسيتي بتكون عاليه لانه نباتات اللي قرروا يعيشوا هونيك ما بيكونوا مين ما كان في يتاقلم بعاد عن المي اوقات وما بتشتي وفي كثير قصص هيك سو هيدا مطرح طلع على بالي روح عليه تشوف الستريتشز نبته طلع على بالي اتعرف عليها يلي هي اسمها ميكرو سيتروس يلي هو فينا نسميها بطريقه حلوه اذا بدك ليمون الكافيار يعني أوف. هي مثل ليمونة صغيرة هذا شكلها لما بتقصها كل الألوان موجودة وفيها بقلبها فيك تسميها فينجر لايم فيك تسميها كافيار لايم مبين ليه الاسم يعني ليك شو حلو كيف البوملة بس حبيت صغار بتقصهم وبتاكلهم هيك حلوة هيدا هيدا موجودة باستراليا دونك بدنا نشوف اذا بنسافر هلا في عنا نسرين بركي بنحكيها تبعت لنا بزر بركي بنزرعهم ونرجع بنجيب منهم وين بنزرعهم على الساحل هولي بنشوف بنقرا وبنشوف كيف بيعيشوا بس انه المهم انه نتعرف عليه على هيدا النبته قريبا بس هلا نحن اقترحنا شغله يلي هي عكس الفكره كلها انه الاش الاغرب النباتات اللي نحن بدنا نروح لعندهم لا لا صح صح صفينا قاعدين هون وعم نطلبهم يجوا لعندنا لا لا نحن انا بدي اروح لهونيك اوكي مطرح كمان طالع بيلا روح عليه يلي هو بيقولوا عنه انه اكثر مطرح رطب بالعالم يلي عم تشوف هون مكتوب شارع بونجي هيدا بالهند ففي كثير مي كل السنه وفي النبته نحن بنزرعها بلبنان اسمها فيكوس الاستيكا معروفه بالكاوتشوك موجوده 100% هونيك وببيروت القديمه فيها 100% هونيك العالم البير لانه هيدا النبته معروفه بتعمل شلوش من فوق اوكي فمع الوقت عملوا الانهر تبعهم تيقطعوا جزء الجسر يلي دائما بتقطع فيه من مطرح لمطرح يعني كله معمول بهيدي النبته حتى حطوا حجار بقلبها وحطوا هيك انا كثير تعلمت يعني استعملوا الجذوع ليبنوا ليبنوا جسر هن عايشين يعني هن وبعدهم بعدها عايشه الشتله واقوى البير عملوا وحده
فوق بعضهم المطرح. اوف اوف دخلك هيدي الشجره انفيزيف ما هيك منا يعني برات انفيزيف بتصير كلمه كثير يعني بدنا نعملها ديفينيشن في انواع انه قويه وفيها تعيش برات الرينج تبعها بس انفيزيف بتصير غير شيء في انواع بعدين ما بدنا نطول كثير بهول طيب. بس هسه اليوم هلا انا انه بعرف هيدا مش غريب. نبته هيدا مش نبته بس غريب شوي بس انا طلع بالي كثير بشوف البينك دولفينز يلي نحن بنعرف الدولفينز وقت في بينك بفكرون البينوس انه مريضين هون لا هيدا سبيشيز بينك دولفينز موجودين بالامازون مثل البينك فلامينغو بياكلوا نوع من الشريمس بيصيروا بينك هذا الدوفان كمان لا هيدا غير شيء هيدا لحد اليوم العلماء مش عارفين اذا بسبب المي او بسبب ارتر موجودين تحت السكن تبعهم وكثير مبينين مشان هيك بيكون يعني ما كونكلوزيف ليش لون روز بس منه مرض يعني هيدا هي الفكره هو طلع بدي اروح اشوفهم واسبح معهم كمان على البير هيك بس انه كثير حلوين بحسهم هيك حيوانات هلا كثير رح يضحكوا علي لانه البينك بس مش مشكله لا لا ما خص بس مختلفين عن التراديشنال دولفين بعدين لما تروح تشوف هيك حيوان يعني غير تشوفهم بالاكواريوم اكيد تسبح معهم وبتسلم عليهم يعني هيدا حيوان عايش بمكانه صح ليك هلا اذا بدي نقي يعني بدك تقلي وين بدك تروح اكيد بدي اروح لهذا المطرح يلي هي اسمها سوكوترا ايلاند هي باليمن جزيره سوكوترا هونيك اذا بدي احكي فيه احكي كل الحلقه راح اجعجل قد ما فيت اقول انا بدي اروح شوف يلي بسموها the weirdest plant ever والنبته لانه سوكوترا هي جزيره ما فيها مثلا ما فيها ماميفير ما فيها شيء لانه بعيده عن كل العالم كانت بافريقيا وانفصلت النباتات يلي هونيك مش موجودين ولا مطرح بالعالم هيدا واحده منهم يلي اسمها the سوكوترا دراجون تري هي نوع دراسينا كثير رائعه مثلا هيدا بيستعملوه اوقات تيدهنوا ستراديفاريوس مثلا البير بيستعملوا منه الفيولون يلي كان يعملهم ستراديفاريوس مزبوط صح فهي نبته كمان طبيه عندها كثير استعمالات هونيك مشان ما نطول كثير بزيت المطرح في كل هيدي المناظر بتشوفها أوف. يعني بتشوف انواع بوابه بخصوص لهونيك بتشوف يعني بوابه بتعرف دغري لانه على طول هيك عنده نصح صح. يعني جزء تبعه بمحل بينفخ بيرجع سوكوترا ايلاند هي شيء رائع يعني الواحد يروح عليه ويشوفه اكيد يعني بحب كثير اروح لهونيك ما كنت اعرف فيها اليمن يعني بتمر بمراحل مرات صعبه مرات بس ان شاء الله يكونوا عم بيقدروا رغم كل شيء يحافظوا عليها صح ومش بس عم يحافظوا عليها هي كلها هونيك بعده سستينبل ايكوتوريزم بعده كثير حلو الاكسبيرينس يعني هيك شيء بيشجع لنروح نزور انا اكيد بدي اروح لهونيك البير فلازم نخطط له هلا مطرح ثاني الامازون كلنا بنحلم نروح عليه انا نقيت باترفلايز بدي اشوفهم هونيك رح فرجيك اياهم انواع بابيو وفراشات كثير حلوين وحده منهم بحبها كثير يلي هيدا اللي بسموها جرين مانتل يعني طلع البايات يلي احنا مستعملون انا بحس كثير نوير هالبابيو مش حلوه هلا ليك مثلا شوف في بعد في عندك 89 باترفلايز عندك 98 باترفلايز عندك اللي بسمون جلاس وينجز باترفلايز اللي هن فراشات بتشع وراهم يعني بس فسرنا هيدا مش مفخوط الجناح ولا ما بيقدر يطير لا لا, لا لا مش مفخوط انا ما كثير بدي افسر كرمال لانه نقدر نفرجي كل شيء هيدا جناح مثل ما هو هيدا النبته هيدا طريقتها لتتخبى والعصافير ما يشوفوها من فوق يفكروا انه عم تقشع وراها يعني هيدا الفكره هلا شيء كمان عم اخترعوا جوانح سي ثرو حلوه مش حلوه واو صح بعدين طلع بالي روح شوف الجينكو بيلوبا تبع هيروشيما يلي هن اربع شتلات هلا اذا بتقرا ياباني فيك تشوف على هول الصور هيدي ما مسقبه هون بركي احسن هول اربع شجرات الجينكو نزلت البومب اتوميك بهيروشيما وهن ضلن عايشين وبعدهم لهلا عايشين يعني هول من الاشياء القليله اللي ضاينت صح الامل الذريه انا بحب روح شوفهم هيك عرفت كيف انه بحس شيء يعني كثير رائع يعني انه قدروا يعاشوا بكل هالبومز وهيك رغم صح بعدين فيليبين بحب شوف الرينبو اكاليبتوس يلي ليه اسمها رينبو؟ لانه هي عم بتقشر الخشب يلي موجود تحتها بياخذ عده الوان يعني شفنا شويه زهر شويه اخضر شويه صح فبسموها رينبو اكاليبتوس يعني انا اكيد هلا يعني هيدا ما فينا مزروعه بلبنان وما بحب انا نزرعها بحب روح شوفها هونيك يعني بس ليك هالمناظر البير الحلوه يلي هيدا النبته بتعطيها هلا بحب كمان اي نو وير ذس از ايسلند 100% هيدا الاورورا بورياليس انا ما رح نحكي كثير لانه عملنا عنه الحلقه بس ما تقلي ما بتحب تروح تشوف هيك مناظر بلا وكنت رايح هالشتويه بس صار في فولكينو اوكي هيدا صارت بس كيف بدك تسيب تروح يكون في اورورا بورياليس هيدا انت وشانسك لانه مشكله ساعه كثير يعني مش بدك تقعد تنطر بس انا بدي اروح اشوف البير شو بدي اعمل بعدين طلع بالي روح شوف عده مشرومز بالعالم احفاجيك بس هيك كم صور عن مشرومز غريبين مثل هول عم اجي لانه طلع في حلقه انت عاملها على المشرومز بتموت ضحك على كل حال مش حلوه كثير موت ضحك بس بطريقه حلوه لا موت ضحك يعني بنتعلم اشياء عم نشوف اشياء ما كنا نعرفهم و
هلا ليك شو هلا هلا هذا المطرح انا هون لإلي يعني مطرح رائع يلي هي بنيو غينيا هونيك ليك شو سلبه مثل عنا بلبنان يعني مسحه اكيد المطرح هونيك ما في عندهم حرب اكيد بس كمان العصافير يلي عاشوا هونيك مع الوقت ما في ولا نمر ولا حيوان يكلون ما في حتى نسر ولا عقاب ما في شيء ايبكس بريداتور يعني ما في 100% فهن ما بينهم بقى بالسرفايفل تبعهم فمع الوقت بس اهتموا بجمالهم وصاروا بس بهمهم كل شيء يعملوا انه يصيروا احلى تيشدوا اذا بدك البارتنر فهيدي بجزيره حسيت حالي هون ب هلا لو في بيروت. لو عندي وقت فرجيك الفلومه بتشوف قد حلو بس هن هو بسمون بيرد اوف بارادايس فهن عده عصافير عم فرجيك ليك قديشهم حلوين يعني تخصصوا بالجمال عمليا ليك شو حلو في فلومه بتعقد يعني اذا حدا بحط على يوتيوب بيرد اوف بارادايس اكيد بلاقي شو عم بيعملوا كيف بيرقصوا بالحلقه عليهم صح مشان هيك انا عم برجع عنهم بس بعرفهم انا البير ما بحب اتعرف عليهم بالصور ايه معك حق صح يعني ليك في عندنا يعني بفهم انه بدك تروح تلتقى فيهم قريبا 100% فعندنا كان استاذ كان يقول لنا انه ما اذا انت بتحب تحضر مثلا انت بتحب الفوتبول وهيك او ما كثير يعني شو بتحب تحضر ماتش ريال برشا بالستاديوم او تحضره على التلي انا بحس انه اذا عملت الاكسبيرينس هيدي مره تروح لهونيك ما بعرف انا بدي اشوفهم هذه الفكره بدي اشوفهم ما بدي احضرهم ما بدي اشوف الصور هيك سو هولي بعد من المطارح انه هيك طلع بالي رح اشوفهم بعد في عندي كان اكيد عده اشياء بك بخليهم لحلقات شو البلان تبعك يعني كيف رح تعمل رح تعمل برمه حول العالم من هون لهون لهون او كيف في بلان بس ما بدي لك اياه مشان هلا عليك سيربريز صح بس انه يمكن ما اقدر نعمل يمكن نقدر بس انه حلو واحد يحط ريزوليوشنز كبار وبعاد ليقدر يوصلون يعني لا حط شيء رياليستيك لتحقق منهم مزبوط ما بس ما في من ايه انه بس عم نشتغل على الموضوع لازم نقدر نروح عليه واحدة او اثنين ما ضروري كله في انا ننهي بكوت هيك انه بركي قلتهم امبارح بس ارجع اذكر في انا بالنسبه لي في شغلتين بتدفع عليهم بيعملوك اغنى دائما يعني هو تسافر وتقرا سو مزبوط مزبوط مارك هابي نيو يير بامانة ايه ايه اكيد اوكي ثانك يو على هالجوله على الكائنات الغريبه اللي رح تكتشفها بكره هوبفلي بيصير في صور لهالحيوانات والنباتات مع مارك حدون ياخذهم سيلفي الي كيفك نحن كثير منيح البر وقف لعب شايفك قصتك لك هلا كيف كائنات غريبه جوزيف شو جايب معك جوزيف اليوم البر جايب معي اغاني للعيد وفي الي هلا هون حد رح يحكي عن الاغاني العربي تبع راس السنه وانا الاغاني الانجليش في اغاني غير هابي نيو يير لنيو يير اوه في 3-4-5 جنيال اوكي هلا بنحضرهم بعد شوي راجعين بكوكتيل ما هيك لانه مثل ما فهمت ما لازم اكل هالفواكه لانه انت بدك تستعملهم بكوكتيل هون ضبلنا اياهم مارك بيروتي لازم اوكي يلا يلا بيتس لكن هابي نيو